Bonjour. يوسف؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. منيح اللي سمعتي حكي ورجعت على الشغل. ولا هذا مش بس كلامك. حكي أنور كمان. وليلى. شفتي قديش بتحبي؟ ما بتقدر تستغني عني. إيه. عرفت إنه ما فيها تستغنى عني. بس أنا بشوف إنه زكيكي تعبها شوي. وتعبني أنا كمان. قصدك إنه هي ما بتحب تتعامل مع ناس أذكياء؟ مش بس هي. معظم الناس صاروا هيك. لا أنا مش هيك. ما بحب أتعامل إلا مع ناس أذكياء. كرمال هيك حبيت ليلى؟ يمكن. بس ليلى بدها حدا يتسمع لها بس. راسي يمكن ما بيهمها. معك حق. هي دايماً بتحب تحكي وكلنا نقول لها حاضر. وهذا سر طلاقي من زوجتي الأولى. وهي بتعرف هذا الشيء؟ من الأسف لا. ما بتحب تسمع عنا شيء. بتغار منا حتى من دون ما تعرفها. على كل يا ريت تسمع لي شوي حتى فسر لها شو سبب طلاقي الأول حتى ما نوقع بالتجربة الثانية كمان ذات الشيء. ايه معك حق. ليلى كثير غيورة. بس لو كانت ذكية فعلا كانت نطرت حتى نتجوز. على القليلة تصير ملكة. انتم خناقين شيء؟ لا مش بالضبط بس كل واحد ناطر الثاني حتى يحكي. بفهم منك انه مانا عارفة انك جاي هلا؟ لا ما حبيت دق لها خفت ما ترد فقلت بجي بعمل لها مفاجأة. ليلى؟ شو هالصدفة الحلوة هيدي؟ لا طبعا مانا صدفة. شو لكن؟ جاي تشتري كادو لحدا بتعرفه؟ عمتي يوسف كان جاي يشوفك. لكن منيح اللي ما تأخرت أكثر من هيك. خايفة من الناس يقولوا إنه تجوزت واحد أصغر منا وبعد فترة حب حدا أصغر مني؟ ما بعرف. هيدي أول مرة بمرق بهالمرحلة بحياتي. ما عم بقدر استوعب شو ممكن يخبي لي بكرة. ما رح تقدري تستوعبي إلا ما نقطع بالمرحلة هي ذاتها. يعني جاي تقنعني إنه نتجوز بسرعة؟ لا بالعكس حاسس إنه أنت معك حق. لازم نطول بيننا. غيرت رأيك؟ ما كنت عارف إنه هالفرق سنين بيناتنا رح يعملك هالقد مشكلة. ميرسي على القهوة مع إنه مرة